تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين منتصف مايو المقبل بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات المعرض البحريني المصري المشترك الأول. وأكدت عضو مجلس الإدارة رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك في الغرفة أفنان الزياني أن المعرض سيشمل العديد من قطاعات الأعمال الاقتصادية والاستثمارية المهمة، منها الصناعي والاستثماري والسياحي والعقاري والهندسي وغيرها من القطاعات التجارية. ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأعمال البحريني المصري المشترك اجتماعه الرابع على هامش المعرض لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية، إضافة إلى الإعلان عن تفاصيل الصفقات والشراكات المبرمة في ختام فعاليات المعرض. احنا عندنا في لحد دلوقتي اللي اكدوا الاشتراك 22 شركه، انما احنا بنعمل ان هم هيوصلوا ل 50 شركه، وبنركز قوي على القطاع المتوسط والصغير، لانه زي ما حضرتك عارف المستقبل في بناء الاقتصاديات دلوقتي انك تدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، وانتوا عندكم تجربه رائده في الموضوع ده، واعتقد ان المعرض هيكون فرصه للتقارب بين الشركات دي ولخلق شراكه بينهم ولتحقيق الاستفاده في البلدين. كان أهم الإضاءات كانت على الرعاية الرسمية من لدن صاحب السمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لهذه الفعالية، مما يؤكد التزام واقتناع القيادة بدعم جميع العلاقات المشتركة مع جمهورية مصر العربية. وكذلك كان لنا لقاء مع جميع الرعاة الرئيسيين ابتداء ببنك البركة، وكذلك في الرعاية البلاتينية، وكذلك في عندنا مع تمكين في الرعاية الماسية، وكذلك في رعاة ذهبيين ثلاثة رعاة إلى حد الآن اللي هما ألبا وشركة الخليج البتروكيميكال وكذلك دي اتش ال. في خبر آخر، أكد خبراء خدمات اللوجستية أن السوق الخليجية بحجم اقتصادياتها الضخم الذي سيصل إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020 سيخلق فرصا استثمارية واعدة لمختلف شركات النقل والشحن على مستوى العالم. جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر اللوجستي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد. وقد أكد وزير المواصلات سعي البحرين المستمر لتطوير القطاع اللوجستي حتى تتحول المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال النقل والشحن البري والبحري والجوي، كما أشاد مشاركون من ممثلي كبرى شركات النقل الأوروبية بالتطور السريع الذي تمر به البنية التحتية في المملكة، خاصة وأنها تملك موقعا لوجستيا استراتيجيا يربط بين الشرق والغرب. طبعا مثل ما تعرف قطاع الشحن بشكل عام والقطاع اللوجستي هو احد المجالات اللي تم التركيز عليها في تنمية الاقتصاد الوطني. مثل ما تعرف في لجنة وطنية منبثقة من مكتب صاحب السمو الملكي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء معنية بتطوير هذا القطاع، ومن خلال ذي اللجنة يتم رسم الاستراتيجيات والمبادرات اللي تساعد على تطوير وإنماء القطاع. طبعا ذي الحدث اليوم حدث مهم لأنه متخصص في تسليط الأضواء على آخر التطورات على مستوى العالم اللي تخص القطاع والتحديات اللي تواجهها. ناقشت اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية في اجتماعها الأول الذي تستضيفه مملكة البحرين، ناقشت الشؤون المالية وضمان الجهود من أجل النمو الاقتصادي. ودعت اللجنة الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى التصديق على الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة لإقرار إطار عمل التنمية لما بعد عام 2015، والذي يتبنى أهداف التنمية المستدامة كإطار عمل جديد للإنماء. كما دعت اللجنة الدول الأعضاء إلى استعراض وتقييم الفرص والثغرات التشريعية لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية على أساس مستدام، كما دعت إلى توفير موارد ملائمة للميزانية وإقرار تشريعات ذات صلة من حيث دعم ومتابعة التطبيق الناجح لأهداف التنمية المستدامة. هذه اللجنة الاقتصادية جديرة بالاهتمام، خصوصاً أن موضوع التنمية المستدامة أصبح موضوع جدا مهم يناقش
ليس على مستوى البرلمان يعني الجمعية الخاصة بالبرلمان الآسيوي، ولكن حتى على مستوى البرلمان الدولي وأيضا على مستوى البرلمان الخليجي. وإحنا حريصين من خلال هذا الاجتماع أن نطلع بقرارات يتم رفعها إن شاء الله وتفيد الشعوب الآسيوية ويتم رفعها لرؤساء المجالس في الدول الآسيوية. أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي أن تعزيز التنمية الاقتصادية يقوم بشكل أساسي على التنمية البشرية المستدامة للكوادر البشرية في مختلف قطاعات الأعمال. ولفت المعراج خلال رعايته مندوبا عن سمو رئيس الوزراء لحفل تخريج نخبة جديدة من الخريجين المؤهلين من برنامج الماجستير لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع جامعة ديبول الأمريكية، إلى أن البرامج الأكاديمية التي يطرح المعهد بالتعاون مع الجامعات الدولية العريقة يؤكد على أهمية هذه القيمة التعليمية كأولوية تنموية أساسية في المملكة، وذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الصين تستهدف إنتاج مليوني سيارة تعمل بالطاقة الجديدة بحلول عام 2020. نستعرض وإياكم مشاهدين أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4541 نقطة بانخفاض فاق مشاهدين 0.5%. أما بالنسبة لأداء بورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6854 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته مشاهدين 0.34%. أما بالنسبة لأداء سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 3438 نقطة بارتفاع طفيف أيضا مشاهدينا بلغ 0.15%. أما بالنسبة لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1334 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.19%. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 2,550,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 496,000 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 82 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة أكثر من 386,000 دينار، أي ما نسبته 78% من القيمة الإجمالية للتداول.